هي مقابله فيها ضغط كبير. الحمد لله اليوم الفريق تاعنا عرف كيفاه يخرج بثلاث نقاط بالفوز، يعني كان يهمنا بزاف، خاصه وين في الشوط الاول داروا لنا صعوبات كبيره فريق شباب بوزداد. نظن في الشوط الثاني شباب قسنطينه سيطر على المقابله، ونظن الفوز تاعنا اليوم كان مستحق. شوف شنو شباب قسنطينه ضحيه البرمجه والاداء، يعني الشوط الاول في كل دي صحيح. انا زادوا داروا لنا البرمجه، بصح انا ما نهضروش على البرمجه باسكو كاين بعض الناس قال لك نلعبوا داروهم يلعبوا ثلاث اربع ماتش في ست ايام ولا سبع ايام، وما بالك احنا شباب قسنطينه لعبنا قريب 10 ماتشات كل ثلاث ايام كنا نلعبوا، بصح ما ركرميناش. ودرك البرمجه تاعنا هنا نلعبوا يوم 21 ونلعبوا 24 مقابله العوده، ونلعبوا 27 ونلعبوا واحد ونلعبوا 6 قدام المقابله هذه. اه والله يديرهم كل يومين ما نهضروش، مي كاينه حاجه التاريخ راه يسجل. شباب قسنطينه الان يعني الهدف اصبح واضعا بطلب الجماهيري والسيدات رئيس الجمهوريه. الانصار قال لك حاب الشعب تاعنا والانصار تاعنا قال مش يقول الشعب يريد لاصو الجزائر. ان شاء الله احنا راح نديروا المستحيل باسكو الكاس صعبه بزاف. الكاس البارح كان درس كبير بين وفاق سطيف وشبيبه بجايه، فريق من القسم الثاني وفريق عنده خبره كبيره، وكنتمكن باه يفوز عليه. دونك مازالت لنا مقابله ثانيه، حنا مازال ما تاهلناش، لعبنا شوط في قسنطينه صحيح انتهينا بهدف لصفر، بصح مازال شوط ثاني في بلوزداد، وان شاء الله نديروا المستحيل باه نتاهلوا ونروحوا النهائي ان شاء الله، ونهديوا الانصار تاعنا وكل قسنطينه. يعطيك الصحه، بارك الله فيك.